راهي اسعار مرتفعه ما نكذبش عليك، مي بصح وشنو لازم المواطن الجزائري ولا المواطنه الجزائريه اللي يكونوا في زوج خدامين وعندهم الصالير يعني محترم وما شاء الله يعني 10 5 6 ولا عندهم زوج دراري ولا عندهم واحد يقدر يكفيهم، بصح اللي عندهم 5 6 كيفاش يديروا؟ يعني بزاف غالي. يعني راني نشوف هذيك زعما نقولوا الاسعار تاع الجبه تاع الدار اللي كانت 100 ألف راهي 150 راهي 200 واش، ونفس القماش ونفس يعني التيسي. كي نمس هذاك القماش تاع الجبب التيسي هذاك نشوفه ماشي كوتون، نشوفه شغل نيلون، وكما تعرفوا النيلون يدير يزيد لنا درجه الحراره في الجسم تاعنا، يعني هذا نعرفوها. كاين يعني محلات ما شاء الله يبيعوا باسعار محترمه ويبيعوا يعني انا مازال ما شريت لهم، مازال ما شريت لهمش ما نكذبش عليك، بصح راني نوجد البيجي باش نقدر نشري لهم، نقدر نقول هكذا 3 ملايين فايته 6 ملايين، يعني مع ارتفاع في الاسعار يعني ربي يكون معانا.